ولا خوتي، هنا من مقر إقامة المنتخب الكاميوني بفندق بيست واسترن من أمام مطار الدولة. هنا في منطقة هادئة وهادئة المنتخب الكاميروني مقيم. هنا شوفوا حافلة المنتخب الكاميروني هنا في الفندق. الأسود غير المريضة، وبعد قليل المنتخب الكاميروني سيذهب إلى ملعب ملحق جابوما لإجراء حصة تدريبية. هذه هي المستلزمات التدريبات للمنتخب الكاميروني. فندق المنتخب الكاميروني من قلب الحدث. هنا يقيم الأسود غير المروضة. السلام عليكم خاوتي الزول، تحية كل شاب زائري داخل وخارج الوطن. مرحبا بمشاهدينا الكرام في قناتكم قناة أورونفينك دي زاد، قناة أخبار المنتخب الوطني الجزائري وأخبار المحترفين وفتح الفساد الرياضي بكل أنواعه، ولسنا تابعين لأي طرف. Je ne veux pas l'être. Je vous en prie, on vous a dit, mettez-vous hors de l'hôtel. Ok, je sors de l'hôtel. Aucun journaliste camerounais ne peut le faire à l'hôtel de l'Algérie. Aucun. Vous le savez. السلام عليكم خاوتي الزول، تحية كل شاب زائري داخل وخارج الوطن. مرحبا بمشاهدينا الكرام في قناتكم قناة أورونفينك دي زاد، قناة أخبار المنتخب الوطني الجزائري وأخبار محترفينا وفتح الفساد الرياضي بكل أنواعه، ولسنا تابعين لأي طرف. خاوتي، مباشرة من فندق إقامة المنتخب الكاميروني الأسود غير المرودة من فندق بيست واين بلس، الفندق الفخم الذي بكل صراحة موقعه استراتيجي، جاي على حدى مطار دوالا في منطقة هادئة ما فيهاش سكان، وهي ما تريح الأسود غير المرودة عكس إقامة المنتخب الوطني الذي أقام في فندق في وسط المدينة بمنطقة أكوا. فوالا خاوتي، تكلمت داخل فندق، عملنا لكم واحد فيديوهات في الفندق، وعملنا لكم فيديوهات عند خارج فندق عند حافلة المنتخب الكاميروني، ولكن للأسف بعدما كما يقولوا فاقوا بنا بلي حنا ديزالجيريان، خرجونا من الفندق وقال لك ما تنجموش تفيلموا عندنا، وهذا حق مشروع تاعهم. لهذا تكلمت مع المكلف، مكلف بالاعلام في الاتحاديه الكاميرونيه، وتكلمت حتى مع المدرب سيباستيان، تكلمت معاه ولكن ما بغاوش يعطوني تصريح رسمي. تكلمت معاهم وديا، تكلمت معاهم، سالتهم على احوال المنتخب الكاميروني، قال لك الاحوال جيده. عندكم اصابات؟ قال لك ما عندناش اصابات. قال لك ما قال اللاعب نابولي زامبو اللي راح فورفي ما يشاركش المباراه رسميا. وسالته على حارس المنتخب الكاميروني اونانا تاع اجاكس امستردام، قال لك الحادث تاعو خفيف ما عندوش مشكل كبير، قال لك راه في المجموعه وغادي يتدرب اليوم في جابوما. اليوم عندهم حصه تدريبيه على الساعه 6 مغلقه
في فندق عفوا في ملعب جابوما بدوالا. رانا هنا امام الملعب ان شاء الله، وان شاء الله غادي تشوفوا معنا لي فيديو وتشوفوا عده امور على كل ما قمنا به هون في في مقر اقامه الكاميرون. راكم تشوفوا الحافله المنتخب الكاميروني راهي الهته وكل الاطقم الاتحاديه الكاميرونيه. شفناهم بلان بلان كونسونطري، لما اخرجونا من الملعب اعطوا تعليمات للحراسه بلي ما يزيدش يدخل اوكان جورناليست ني كاميروني ني جزائري ني اي جنسيه. فوالا خاوتي راكم تشوفوا موقع الفندق، دوك تشوفوا الفيلم كاع كلشي ان شاء الله، تشوفوا الفيديوهات وتفضلوا ان شاء الله الفيديو يعجبكم باذن الله. شوفوا كل الكواليس تربص المنتخب الكاميروني. يحييكم هواري اوروفيناك من دوالا. فوالا خوتي، هنا من مقر إقامة المنتخب الكاميروني بفندق بيستواسترن من أمام مطار الدولة. هنا في منطقة هادئة وهادئة، المنتخب الكاميروني مقيم هنا. شوفوا حافلة المنتخب الكاميروني هنا في الفندق. الأسود غير المريضة، وبعد قليل المنتخب الكاميروني سيذهب إلى ملعب ملحق جابوما لإجراء حصة تدريبية. هذه المستلزمات التدريبات للمنتخب الكاميروني.